وزي ما قلت من شويه كابتن الفريق كابتن نصر عيد عبد الملك اتعرضت لاصابه في احد اصابع يديها في المباراه اللي فاتت، وطبعا خسرنا مجهودها لمباراه امس، وده احد الاسباب. انا دايما ما بقولش مباريات ولكن ده احد الاسباب، فلازم نطمن على كابتن نصر ونعرف اخبارها ونقول لها الف سلامه. كابتن نصر ازيك؟ كابتن هيثم ازي حضرتك عامل ايه؟ الف مليون سلامه عليكي وربنا يشفيك يا رب. الله يسلمك ربنا يخليك يا كابتن. طمنينا ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل لك ولا الاصابه جت ازاي يا كابتن؟ والله انا في ماتش عادي كده اتخبطت كده صباعي وبتاع، وبعد كده رحت عملت اشعه وكده، طمنت الدكتور بلغني ان انا عندي قطع في الوتر بتاع صباعي ده كله وكده، فكنت محتاجه تدخل، احتاج تدخل جراحي وكده. بس رحت للدكتور اشرف محرم لان انت عارف ان هو المخصص بتاع الصوابع والايد وكده، تمام، امبارح، وقال لي ان احنا لازم نعمل عمليه جراحيه وكده في العظم في الوتر بتاع الصباع. وربنا يقدم لك الخير ان شاء الله. الف سلامه ان شاء الله ترجع احسن من الاول. طب هي في الايد اليمين ولا الشمال يا نصره؟ اليمين والله، كنت عارف لو بالشمال انت عارف. ما الشمال كنت هتلعبي، ما انا بقول انا اصلا يعني لما نصره تقول يبقى يعني الالم شديد وتبقى الاصابه شديده، لان انت معروف عنك ان انت بتلعبي بكل رجوله يا نصره. طيب اتحدد ميعاد عمليه نصره ولا لسه؟ ان شاء الله انا المفروض انا مستنيه النهارده ان شاء الله، هعرف لبكره ليوم الاربعاء او يوم الخميس ان شاء الله يعني. لا الف سلامه ان شاء الله. وطب وهو بعديه على فكره انا يعني تعرضت لاصابه زي كده وبيبقى في علاج طبيعي من نوع معين لاوتار الصباع. قالوا لك مثلا العلاج الطبيعي ممكن ياخد وقت قد ايه، ولا يعني احنا بنطمن عليك في المقام الاول، مش مهم يعني، مش قصدي اللعب ولكن بنطمن عليك يعني. هو الحمد لله يعني انا برضه مش هيفوتني كتير، احنا عندنا ماتش يعني، احنا طبعا اكيد متاسفين جدا على الماتش بتاع امبارح، عدم توفيق. ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، عندنا في لعيبه صغيره وان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه. لسه بدري جدا، احنا السنه اللي فاتت كنا بنكسب كل الماتشات وخسرنا في الاخر الدوري مباراه الحاسمه وكده، فالناس ما تحكمش على الفريق دلوقتي، الفريق لسه اصلا يعني ما لعبش بشكل كبير مع بعض، ولاعيبه بتروح المنتخب وبتجينا يوم الجمعه قبل التراي ماتش، قبل الماتش بيوم وكده، فاللعيبه ما بتلعبش مع بعض، فاللعيبه لما جت ولعبت مع بعض ادت ماتش الزمالك، حضرتك شفت النتيجه طبعا يعني. طبعا نتيجه كبيره كانت وكان شكل حلو، سيبك من النتيجه كمان يا كابتن، الشكل كان حلو، كان كمان كان شكل حلو ومنظم، لان اللعيبه كانت قافله الاسبوع والناس مقفله والناس مركزه، فطبعا اكيد مش مبرر للهزيمه او كده، بس ان شاء الله عندنا حاجات هنقدر نصلحها وهنقدر نشتغل مع جهاز محترم، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه نفرح الناس ومجلس الاداره كلها، الناس ما اثرتش معانا في اي حاجه، ونعمل نتيجه كويسه وناخد الدوري ان شاء الله. طب كابتن نصر، يمكن اللاعبات اللي بتنضم للمنتخب يعني بتقعد كام يوم مع المنتخب؟ هل الموضوع ده هيستمر طول الموسم؟ يعني انت بيخلص ماتش امبارح بيخشوا معسكر النهارده، بيخلصوا يوم الخميس. طبعا اكيد هتديهم راحه الخميس، هيجوا لك التراي ماتش الجمعه. واحنا الجمعه مش خدمانه شويه، طول السنين اللي فاتت الجمعه كانت بتخدمنا، بتدينا ماتشات اللي هي زي ما انت عارف تصاعديه. تصاعديه، انت لزقت لزق وكمان جات لنا في وقت متاخر شويه، بس لسه اللعيبه ما انسجمتش مع بعض، مش بقول لك تقرير اكيد طبعا، بس انا بقول لحضرتك الناس تصبر على الفريق، لسه المشوار طويل جدا جدا جدا، انت قدامك مثلا صحيح. هتلعب كل دوت، بعد كده لسه اول ثمانيه، بعد كده اول ثمانيه دول يلعبوا اول اربعه، لسه المشوار طويل، انت بتتكلم مثلا في شهر اثنين او ثلاثه هيبان مين فيهم البطل، يعني انت عندك شهرين كمان هيبقى اوف عشان اللعيبه هتبقى في المنتخب وعندهم بطوله وكده، فلسه قدامك فتره كبيره ان انت تشتغل وتقدر تقدم الشغل المناسب للفرقه يعني ان شاء الله. اكيد يا نصر ان شاء الله، واحنا واثقين فيكم وعارفين قد ايه انتوا بتلعبوا بجوله في الملعب، وبنقول لك الف مليون سلامه وترجع احسن من الاول يا نصر ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا جدا على اهتمامكم وربنا يخليكم ان شاء الله. لا ده اقل حاجه نقدر يعني نقدمها، ونتابع برضو وهنطمن عليك ان شاء الله يعني من وقت للتاني ان شاء الله يا نصر، وترجع بالف سلامه ان شاء الله. نصر عيد عبد الملك كابتن فريق كره اليد بالنادي الاهلي سيدات، بنقول لها الف سلامه وبنشكرها على وجودها معانا على شاشه قناه الاهلي عبر الهاتف.